عليكم الاخوان، كيف نتوما؟ بخير مزيانين. كنتمنوا تكونوا في صحه جيده نتوما ولا الحيوانات اللي كتربيو. جيناكم في توليعه خفافيه على الطيور اللي عندنا هنايا. كما كتشوفوا الذكر المقنين اللي عزلناه مع جوج فراخ ديال البيروش بوحدو، ها هو ما شاء الله في صحه جيده الحمد لله. والبيروش كذلك، فراخ ديال البيروش بدا كيولف معاهم ما شاء الله. عندنا في هذا القفص هذا ما شاء الله جوج ديال الإناث وذكر باقي صغير. الذكر هو اللي على اليمين ابيض كامل، باقي فقط جوج ديال الإناث واجدين. الذكر الابيض والانثى اللي على الشمال ابيض غنصردوها لواحد الصديق ديالنا في الدار البيضاء كما قلت لكم مره اخرى، هديه ان شاء الله بحول الله. عندنا في هذا القفص هذا ذكر وانثى ديال المقني ما شاء الله صحه جيده. هادو هما الاوائل اللي جبناهم مع جوج فراخ ديال الباجي ما شاء الله. نتمنوا الله يبقاو في الصحه ديالهم. بان لي هاد الانثى، هادي الانثى كانت لي شويش منفوخه، ولكن كنتمنوا من الله ما يوقع لها شي موقع الذكر السابق. ها هي الخوت، ها هما الاخوان. نكملوا التوليعه ديالنا. عندنا في هذا القفص الاخوان الذكر ديال الباتشي مع الانثى ديالو، الانثى حاطه البيض، وهذه هي الانثى العاقر اللي كاينه في القناه اللي ربتنا جوج ديال الفراخ. بالمناسبه هما هادو جوج الفراخ اللي ربت اللي مع الطيور ديال المقنين. غنشوفوا الانثى العاقر ديالنا حاطة البيض. نطلبو من الله انهم يكونوا ماشي خاويين، نعملو اليوم تطليله مرة اخرى ان شاء الله. عندنا هنايا ما شاء الله ذكر ديال الباجي مع الانثى ديالو، عندهم واحد الفرخ. وهادو ان شاء الله بحول الله غنبيعهم لواحد الصديق ديالي طلبو لي. ها هي الانثى مع الفرخ ديالها ما شاء الله كما كتشوفوا. ها هي الانثى، هادو ان شاء الله غنبيعهم لواحد الصديق ديالي كما قلت لكم. عندنا في القفص الاخر ذكر الانثى اللي ديجا عندنا حتى هما في القناه الفيديو ديالهم. هادو الفراخ ديالهم هما اللي تبناتهم الانثى العاقر، وحتى هي نزلت لي البيض ما شاء الله. ما شاء الله حاطه البيض ان شاء الله بحول الله. اذا كانت الانثى العاقر البيض ديالها خاوي، فنقوم بتحويل البيض ديال هاد الانثى هذه، غنحولوهم من الانثى العاقر اللي مع الذكر هذا ان شاء الله بحول الله. توليعة خفيفة الخوت في الطيور اللي عندنا في السجنة، هما هادو كما كتشوفوا. هذا كان الخوت، هاد الأنثى ديال المقنين كتبان لينا فخر الريش ديالها. نطلبو من الله أنها تبقى في صحة جيدة.
انا تقدم لهم الزريعه السوق دابا ونشوف طلبوا من الله انها تبقى في الصحه ديالها. شكرا الخوت.